كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير ان شاء الله. النهاردة هنبدأ اول فيديو من فيديوهات رمضان. طبعا كل سنة في نفس الوقت ده بتنهال عليكم فيديوهات النصايح من متخصصين التغذية ومن الرياضيين علشان خايفين عليكم تتخنوا، وفي نفس الوقت بتنهال عليكم فيديوهات شكلها يومي اللي هي كلها بقى وصفات العزومات والولائم والاصناف اللي لازم نصنفها طول رمضان علشان ما نزهقش وعشان احنا بنبقى صايمين. طبعا ده موسم وكل سنه وانتم طيبين، وانا ما بقولش نحرم نفسنا من حاجه، بالعكس انا في الفيديو ده هقول لكم ازاي ما نتخنش في رمضان، وهقنعكم انه رمضان السنه دي مختلف عن كل سنه، وانه ممكن يكون من النجاحات اللي انت حققتها في 2020 ان انت وصلت لجسم صحي او جسم مثالي كمان في رمضان، لانه الفرصه ذهبيه بالنسبة لي. اولا احنا كلنا قاعدين في البيت، في حجر صحي، في تباعد اجتماعي، مفيش بقى العزومات والولائم بتاعت كل سنة، الموضوع مختلف تماما، ففي فرصة ذهبية ان انت تركز في اكلك وتحسب حساباتك اكتر. مفيش بقى نظام ان احنا متجمعين واللي ياكلها غيرك يجيله تخلف عقلي ولازم تخلص طبقك عشان انا واقفه من الصبح بعمله، والاكل حبيبي ني في ني وانا حاطه زيت زيتون بالسرنجه والكلام ده كله. لو حضرتك working from home او انت محتاج تخس، يبقى لو سمحت ركز في اكلك واعمل اللي انا هقولك عليه، ويستحسن ان انت تجهز اكل فطارك وسحورك لنفسك، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه. رمضان السنه دي قاعدين في البيت، هحتاج منك تكون مشرف على تحضير 3 حاجات: مشروباتك، سلطاتك، مش بابا غنوجك، شرباتك. مهم جدا التلاتة دول، صدقني التلاتة دول على الفطار هيفرقوا معاك جدا على اخر رمضان. طيب مشروباتك لازم تهتم جدا ان مشروباتك تكون خالية من السكر، ولازم تحسب ان المشروبات دي ليها سعرات حرارية، فمش طول اليوم عمال بشرب عصاير. مهم جدا سلطاتك تكون معمولة بتتبيلة صحية. مهم جدا شربتك تكون معمولة بطريقة صحية، وما ينفعش تفوت اي واحدة من التلاتة دول في يومك العادي، لان هو ده اللي هيفرق معاك على اخر رمضان، وهتلاقي نفسك بتاكل ومش بتحرم نفسك من اي حاجة، وده اللي هنعمله. وفي نفس الوقت جسمك ممكن جدا ان انت ما تتخنش، وممكن تخس لو اتبعت التعليمات بالظبط بتاعه الفطار الصحي والسحور الصحي. طيب يبقى انا دلوقتي مهم جدا ان انا اتسحر. اولا يكفينا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بان احنا نتسحر، وقال تسحروا فان في السحور بركه، يبقى انا دلوقتي لازم اتسحر. اولا سحوري بيعتمد عليه ان انا مرتاح في صيامي تاني يوم، وان انا قادر افكر قبل الفطار هاكل ايه ومش هاكل ايه، لان انا لما بكون جعان قوي هاكل كل اللي قدامي، فانا لازم اتسحر واتسحر بطريقه ذكيه جدا علشان تاني يوم اقدر افكر وانا بفطر، فبالتالي ما اتخنش على اخر الشهر. ونحسب السحور ده يا جماعه سعرات حراريه برضو داخله لجسمنا، فمهم جدا بناكل ايه وما بناكلش ايه، ومهم جدا توقيت السحور، وده اللي هيخلينا نرجع نتكلم تاني عن الصيام المتقطع. اتكلمنا كتير قوي عن الصيام المتقطع، ان احنا كده كده بنوقف اكل 16 ساعه وبناكل في 8 ساعات. طب اللي متعود على الصيام المتقطع هو اللي انت كنت بتعمله، بس معلش الفتره اللي انت كنت بتشرب فيها سوائل اللي هي 16 ساعة مش هتشرب ولا تاكل، وهتاخد ثواب كبير جدا. وخلي نيتك ان انا بحافظ على صحتي وعلى جسمي اللي هو ربنا ادهولي، واحنا يا جماعة دلوقتي في ازمة مخلينا كلنا نعيد تفكيرنا ونعيد حساباتنا في اهمية صحتنا، لانه الناس اللي صحتها كويسة واللي مناعتها كويسة حتى لو بعد الشر اتصابت ان شاء الله هتقدر تتعافى. فخلينا نرجع نتكلم في اهم حاجة. انا دلوقتي في الصيام المتقطع كنا بنيجي نقول اول ما ببدأ افطر بحسب 8 ساعات، اول ما بدخل جسمي اي حاجه تكسر الصيام بحسب 8 ساعات. انت دلوقتي هتفطر في رمضان الساعه 6:30، احسب 8 ساعات من بعد الفطار، المفروض بقى مره 8 مره 7 مره 6 ممكن يبقوا 5 لو انت متعود قوي على الصيام المتقطع، وهي دي الفتره بس اللي هتاكل فيها. ممكن من بعد الخمس ساعات تشرب سوائل لحد السحور عادي جدا. طيب هعمل ايه؟ لازم ابعد عن النشويات، لازم ابعد عن النشويات اللي هي البسيطه، المكرونة، العيش الفينو، الحاجات دي لازم ابعد عن المقليات، لازم ابعد عن الحلويات تماما، ده في حالة ان انا عايز اخس. يبقى احنا لو بنتكلم في ان احنا عايزين نخس لازم نبقى ماشيين بالظبط على المعلومات اللي انا هقول لكم عليها، وفي الاخر انت هتبقى دكتور نفسك وانت اللي هتخس لوحدك في رمضان ده. مهم جدا ان احنا نفهم اننا من اول الفطار لازم اشرب مية لحد السحور، وعوض جسمي عن الفترة اللي انا مش عارف ادخل فيها سوائل. طيب لو انا جيت شربت مية مرة واحدة في قبل الاذان، جسمي هيطرد بقية المية، هتلاقي نفسك رايح جاي على الحمام، وهو ده اللي بيحصل لكم، علشان انت شربت مية مرة واحدة الجسم هياخد كفايته وهيحس ان في حاجة غلط، هيطرد بقية المية لبره. يبقى مهم ان انا اشرب
ميه، اخد حاجات فيها ميه، نعناع، ينسون، جنزبيل، كل الحاجات دي مهمه جدا علشان افضل محافظ على جسمي مترطب، واركز طبعا في سعراتي الحراريه لانه ده هيفرق معايا. مهم جدا انه افهم اصلا ازاي الصيام المتقطع نفسه اللي هو كان بيشتغل على انه الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون بينزل لأقل ليفل، والهرمون المسؤول عن حرق الدهون بيعلى لأعلى ليفل ليه. فأنت رمضان بيحول جسمك أصلا لمحرق الدهون، يعني حاجة ربانية بتيجي عشان تخلص الجسم من السموم وعلشان تحول الميكانيزم أو منظومة الحرق عندك لأحسن حاجة ليها لو أنت استغليت رمضان صح، إن أنت تحسب سعراتك، إن أنت ما تبقاش بتدخل جسمك حاجات وخلاص. يعني مثلا أنا النهاردة نفسي إن أنا أكل قطعة بسبوسة اللي هي أصلا كل العلماء ما قدروش يحسبوا يعني سعراتها، جالهم انهيار عصبي. في فرق بين أنا أخد قطعة وبين أخد قطعتين، بين أخد ثلاثة وبين إن أنا أخدها كل يوم وبين انا اخدها مره في الاسبوع. لو انا خدتها مره في الاسبوع فمثلا نقول ان فيها 500 سعر حراري، غير ان انا هاخدها كل يوم فهلاقي نفسي على اخر الشهر دخلت جسمي مثلا 2300 سعر حراري زياده، او ممكن اوصل ل 5000 و10000 سعر حراري زياده، فهلاقي نفسي في 2 3 كيلو بتوع البسبوسه لوحدهم او بتوع معالي لوحدهم، ومعالي في الاخر ممكن هي تعمل ريجيم واحنا ما نعملش حاجه. ففي الاخر انت لازم تكون ذكي جدا، كل اللي نفسك فيه، بس النهارده بوظت بكره اظبط، النهارده الدنيا كان فيها حاجه سعراتها عاليه شويه بكره لا خلاص، بكره شوربه وسلطه وعصير من غير سكر. يبقى انت اللي تحسب حساباتك، لازم تكون ذكي جدا وانت بتاكل، لانه دي فرصة كبيرة جدا جدا جدا. احنا قاعدين في البيت، مفيش حد بيضغط عليك ان انت تاكل حاجة عشان محرج، ولا عمالين نروح عزومات، ولا في اوبشنز كتيرة قدامنا. كده كده في ازمة اقتصادية في العالم كله، فالمفروض ان احنا نوفر، والمفروض ان احنا يعني يتعمل صنف واحد، صنف مقبلات، صنف سلطة، نحاول ان احنا نوفر، نحاول ان احنا يعني نكون اذكياء في التعامل مع نفسنا. ورمضان السنة دي يا رب يكون مختلف ويكون جميل، وفكروا في انه بعد رمضان خلينا متفائلين ان شاء الله في العيد وفي اجازة الصيف، خلينا نحقق نجاحي، خلينا مبسوطين في الايام دي، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب الفيديو ده يشجعكم ونبدأ بداية كده جديدة في رمضان. ومتشكرة ان انتم بتسمعوني، واسفة ان انا طولت عليكم.